على تويتر مصدر بالاهلي يلا كره سيناريوهات للسفر الى جنوب افريقيا بسبب بيراميدز. هم هنا جايبين يعني اصل لو كان ماتش بيراميدز اتاجل بالنسبه يا جماعه الاهلي ما طلبش تاجيل ماتش بيراميدز لان امبارح برده ناس كتير قاعده تقول الاهلي عايز ياجل الماتش ومش ياجل الماتش. لا هو الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم الاستاذ جمال علام او الاستاذ احمد دياب كان بيكلموا يا جماعه عشان فيما بعد عايزين نراعي مبدا تكافؤ الفرص المساحات ما بين المباريات موضوع التحكيم والاخطاء الكارثيه اللي بتحصل في الدوري فعايزين الامور تبقى ماشيه بشكل كويس يعني. لكن بشكل رسمي الاهلي ما طلبش اطلاقا والاهلي لو عايز يطلب تاجيل المباراه هيعلن رسمي مش هيتكسف يعني هيعلن. فبالتالي هم هنا بيقول لك اصل الاهلي لو الماتش مع بيراميدز كان اتاجل فكان الفريق هيسافر يوم الثلاث الظهر فطالما مش هيتاجل فالفريق هيسافر بعد المباراه. احنا قلنا لحضراتكم في البدايه ان خلاص الفريق هيسافر بعد المباراه مباشره يخلص الماتش من هنا يطلع على المطار من هنا باذن الله يوصل بالسلامه لجنوب افريقيا. وكل دي صعوبات كتيره لكن ان شاء الله باذن الله رجالتنا وجهازنا الفني قد الصعوبات دي ان شاء الله. طيب حساب في الجول على تويتر تصريحات لحازم مصطفى رئيس المريخ السوداني قال لا وقت لدينا لنقل المباراه وقرار المجلس هو لعب المباراه في القاهره. مش عارف ناس كتير بتتكلم ليه في الجزئيه دي مش عارف البعض بيتمنى ان المباراه تتنقل من القاهره عشان ما يبقاش مثلا ايه في افضليه للاهلي. هو بالمناسبه مفيش افضليه للاهلي ولا حاجه دي شفنا المريخ عامل ازاي ما شاء الله فرقه قويه جدا امبارح. لو على ملعبه هيبقى يعني عنصر ايجابي اكتر لكن في نفس الوقت الناس متعوده ان هي تلعب هنا وحتى لو اتغير الملعب الاهلي مش فارق معاه بالمناسبه. الاهلي يقدر يكسب في اي مكان رغم ان انت بتخسر برضه بعض المباريات الخارجيه لكن انت تقدر تكسب. شفنا الكلام ده في مناسبات كتير قوي يعني. فالناس مركزه على الجزئيه دي قوي كل يوم بيسالوا مسؤولي المريخ مش عارف ايه مشكلتهم. في كل الاحوال